مختلفة مع الأسماء المندفعة، ونتابع البداية والصدارة. هناك مشكور من هجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي من يقدم لنا مشكور على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز مشاهدينا الكرام يأتينا من خلال هذا المسار الرائع ومن خلال هذه الانطلاقة المسائية. هناك أيضا من يتقدم شمعدان لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير ثانيا. أما المركز الثالث، ثالث المراكز نشوال اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد، سعيد بن عبيد الحميري يتولى عملية تضميره وتدريبه. رابع المراكز، المركز الرابع هناك شعيلان ينطلق مع المركز الرابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم سالم بن مطر بن حاذة يضمره هناك على المركز الرابع. أما المركز الخامس، خامس المراكز مشاهدينا الكرام يأتينا هناك مليح لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي يقدم لنا هذا الاسم المنطلق مع المركز الخامس. أما المركز السادس، سادس المراكز هناك صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم العرطي الحميري يتولى عملية تضميره وتدريبه على سادس المراكز. المركز السابع سلهود من هجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير من يتابعه في عملية تضميره وتدريبه. أما المركز الثامن، ثامن المراكز هناك برزان لسمو الشيخ صقر بن جمال القاسمي عبد الله بن سيف الكيبالي يتابعه في عملية التضمير والتدريب. أما المركز الثامن، ثامن المراكز هناك نشوان من هجن الرياسة عيسى بن سعيد الخيلي يأتينا أيضا ويقدم لنا نشوان على المركز التاسع. أما المركز العاشر، عاشر المراكز هناك أيضا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خليفة بالصقع في عملية تضميره وتدريبه. هكذا النداء الأول للعشرة المراكز المنطلقة والمتقدمة مشاهدين الكرام. ولكن نعود مع البداية، نعود مع المسار الأول. هناك مشكور لا زال يقود المسار الأول متحمل قيادة هذا الشوط مشكور من هجن الرياسة مع البارئ عيسى بن هناك عيسى بن مايد الخيل يتولى عملية تضميره وتدريبه. أما المركز الثاني، هناك شمعدان على المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير أيضا من يدفع بشمعدان مع المركز الثاني. أما المركز الثالث، ثالث المراكز مشاهدينا الكرام يأتينا من خلاله المركز الثالث. هناك أيضا يأتينا من خلاله يأتينا وأيضا وينطلق هناك نشوان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في عملية تضميره وتدريبه. والمركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام هناك شعيلان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم سالم بن مطر بن حاذة الاكتبير عم طيله يتابع هذا المسار الرائع ويقدم لنا نشوان في هذا الأداء الرائع على المركز الرابع. أما المركز الخامس، خامس المراكز هناك صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم العرطي الحميري الخبير يدفع أيضا بصوغان مع المركز الخامس. والمركز السادس، سادس المراكز هناك مليح يا سلام لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم مع المضمر فايف ستار حمد بن علي العويسي يتابع في عملية تضمير وتدريبه. سادسا، أما المركز السابع، سلهود من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير وأيضا القادم مشكور من هجن الرياسة هناك عيسى بن أحمد بن مايد الخيل يأتينا في عملية تضميره وتدريبه. والقادم هناك أيضا نشوان من هجن الرياسة عيسى بن سعيد الخيل يا سلام. والمركز العاشر، عاشر المراكز امطن هناك مطمش يا سلام متى بيطمش المطمش يا الواثق هناك من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد
بن غدير من يقدم لنا الاسم المنطلق مشاهدينا الكرام. ولكن نعود مع البداية، نعود مع المنعطف الأخير. مشكور 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 على المركز الأول، ولكن التغيير اللي طرى وجرى على البداية من خلال نشوان. انطلق نشوان مع المقدمة، مع الصدارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. سعيد بن عبيد الحميري يقدم لنا نشوان مع البداية مع الصدارة. شمعدان مع المركز الثاني من هجر العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. ومشكور على المركز الثالث من هجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي البارع، ووصول سلهود من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. ومشكور من هجن الرياسة هناك مع البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. يا سلام يا سلام، شوفوا المعركة، شوفوا قدوم الشعارات وأول القادمين. هناك براق لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن عبيد الحميري متعب المضمرين يتقدم رويدا رويدا، ولكن نشوان 1200 الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير خلاص، الكيلو الأخير. نشوان منطلق، نشوان منطلق بناموس هذا الشوط هناك مع البداية مع الصدارة. يا سلام لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. سعيد بن عبيد الحميري يتابع في عملية التضمير والتدريب. منطلق بناموس هذا الشوط، منطلق بناموس هذا الشوط. نشوان مع الصدارة، نشوان مع المقدمة، وبراق واصل، براق واصل لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. هناك مع المتعب سعيد بن محمد بن مروشد على المركز الثاني، والمركز الثالث شمعدان من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. ولكن نشوان 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 يا سلام، منطلق بناموس هذا الشوط لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مع هناك المضمر سعيد بن عبيد الحميري. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء الرائع. وبراق على المركز الثاني، واصل انك براق يا هناك، واصل براق على ثاني المراكز. ولا خلاص قفل قفل الشوط نشوان، قفل الشوط. يا سلام نشوان مع الصدارة، نشوان مع الانطلاق، وبراق قادم، براق قادم، نشوان مع السيطرة، براق قادم. يا سلام 200 متر أخيرة، نشوان ولا براق؟ براق ولا نشوان؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. نشوان نشوان نشوان، براق براق، نشوان 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 نشوان. تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس. المركز الثاني اتى في براق لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على المركز الثاني، والمركز الثالث كان فيه مطنش من هجن العاصفة، والمركز الرابع مشكور من هجن الرياسة، والمركز الخامس، المركز الخامس كان فيه أيضا، المركز الخامس كان فيه أيضا لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم مع أيضا المضمر. هناك خامس المراكز مليح لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي الأوسين. نعود مشاهدينا الكرام مع إثارة هذا الشوط وانتهى بناموس أيضا نشوان. تهانينا وناموس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. والثانية موصولة سعيد بن عبيد الحميري، 9:30 جزء واحد يتيما من الثانية. تهانينا وناموس. أما المركز الثاني أتى في براق لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والثانية موصولة سعيد بن محمد بن مروشد، 9:30 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث كان فيها مطنش من هجن العاصفة، والثانية موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير على هذا الفوز والانتصار. مطنش مع المركز الثالث بتوقيت وقدرة 9 دقائق بلا شك. 37:05 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.